السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد. الفيديو هذا يا جماعة الخير راح نسوي مقارنة بين تجميعة محلية وتجميعة من نيو ايج. طبعا راح نشوف الفرق اللي بينهم، راح نستخدم نفس القطع المستخدمة في التجميعة المحلية، فما بيطول عليكم اكثر من كذا واخليكم مع الفيديو. طيب يا جماعة الخير، زي ما تشوفون الصورة اللي قدامكم هذه من التجميع المحلي من احد المحلات الموجودة عندنا. طبعا بخفي الاسم او بخفي الرقم وكل حاجة عشان ما تصير فيه اي مشاكل. طبعا من اكبر المحلات الموجودة هذه عندنا لتركيب البي سي. فشفت السعر 3950 ريال سعودي. حلو حلو. طيب اول شيء نبدأ في المذر بورد عندنا زي المستخدمة اللي هي الجيجا بايت 360، قيمتها 360 ريال. نشوف اللي بعده اللي عندنا هو الانتل كور اي 5 8400 زي المستخدم بتجميعه، قيمته ب 757. طيب نشوف اللي بعده اللي هو عندنا اللي هو الباور سبلاي 500 واط، قيمته ب 112 او 113 بالاصح. ونشوف اللي بعده عندنا اللي هو الدبليو دي البلو درايف اللي هو الاستورج، قيمته 205 اللي هو 1 تيرا والسرعة حقه 7200 ار بي ام زي الموجود في التجميعة. ونشوف عندنا هنا اللي هو الكورسير، عندنا هنا الرامات 8 جيجا زي المستخدم التجميعة. كان في شيء ارخص وكل شيء، لكن اخذت زي الموجود في التجميع اللي هو 2400، لكن في شيء ارخص يكون قطعة واحدة، لكن اخذت قطعتين لانه سألته قال انه قطعتين، فغالبا راح يكون نفس الرام هذا، قيمته 2400 السرعة حقته DDR4. ونشوف اللي بعده اللي هو كرت ال 1060 6 جيجا زي الموجود في التجميع بالضبط، قيمته ب 1050. طبعا فيه اللي هو 3 جيجا يكون ارخص واجد، 3 جيجا تقريبا قيمته ب 700 او 800 اعتقد شيء زي كذا. في جهه سنجل فان اللي هو هذا هو، وفي اللي هو الدبل فان لكن غير موجود هو حاليا، لكن دبل فان فرق مو فرق واجد. على العموم نجي اللي بعده، اللي بعده طبعا اللي هو عندنا البوكس هذا، انا ما حصلت الموجود عنده اسم الكيس اللي عنده هو ويدو او شيء زي كذا، يعني ويدو ستورم لا ما حصلته، فاخذت واحد رخيص لانه بالغالب اللي عنده ويدو ستورم صيني، لكن ما ادري وش ويدو ستورم. فاخذت واحد من كولر ماستر اللي هو الكيس زي ما تشوفون هذا هو، تحت فيه ار جي بي زي اللي تبي اعتقد، وروق واحسن شيء. واخر شيء عندنا لانه هو قال انه تجي معه سماعه جيمنج، سماعه ما ذكر اسم الشركه لانه ممكن صيني، لكن انا اعطيك اللي هو الهايبر الكلاود ستينجر، معروفة الهايبر يعني شركة جيمينج معروفة جدا جدا، سواء عن ناحية الرامات، ناحية سماعات، ناحية كيبورد، ناحية ماوس باد، من أفضل الشركات الموجودة. طبعا مع الحسبة حقتنا هذه طلعت التجميع كما توقعون، قلنا لكم التجميع محلية قيمتها تقريبا 4000 ريال إلا 50 ريال، يعني 3950. هنا طلعت عندنا قيمة التجميع يا عزيزي 3117، الفرق تقريبا ما يقارب 800 ريال، 820 ريال تقريبا. ف 820 ريال اعتقد يا عزيزي انك انت اولى بتشتري شاشة، تشتري كيبورد، تشتري ماوس اللي يعجبك. ف 800 فرق بينهم، فرق جدا مو بسهل، وانت يا عزيزي صاحب القرار والخيار في الشيء هذا. وبس يا جماعة الخير هذا اللي عندي اليوم، ولا بيطول فيديو اكثر من كذا. كان معكم باسم من قناة هيسوكا، يعطيكم الف عافية على الفيديو. لا تنسى تسوي لنا لايك وسبسكرايب وشير للقناة، وصلنا تقريبا 2400 لواحد او اثنين، فيعطيكم الف عافية يا جماعة الخير. ما تقصرون، والدعم حقكم الحمد لله يعني في دعم وفي كومنتس وفي اشياء حلوة، فاستمروا على الشيء ذا وان شاء الله احنا مستمرين. فما بيطول الفيديو اكثر من كذا وهو قصير. كان معكم باسل، والسلام عليكم.